اليوم جيت نتكلم لكم على الإسعافات الأولية لازم نديروها كي يكون عند تروماتيزم أوكولير، يعني ضربة في العين بمختلف أنواع. يكون ضربة في العين فقط فيها عدة أنواع. النوع الأول هو الحروق. الحروق تقدر تكون عن طريق الحرارة، تعرض لحرارة شديدة للعين، أو دي برودوي شيميك اللي يحرقوا العين ديريكتومون، وهذه حالات نشوفوها بزاف. يعني لي فام في الدار اللي يستعملوا دي برودوي ديكابون كيما لاسيد كيما لو ديبوشور، سا سي تري دانجورو. يعني وشنو هما الحاجات الأولية اللي نديروها كي يصرى هذا المشكل؟ أول حاجة هو الغسل عن طريق سواء سيروم، إذا كان ما كانش سيروم هذا ما يمنعناش باش نستعملوا لو دو روبيني حتى لمدة 10 دقائق، نقدروا حتى نوضعوا عيننا تحت لو روبيني ونغسلوا هاد لي برودوي شيميك اللي يكون يقدر يكون لي في تاعهم حتى عن بعد. بعد الغسل لازم نتوجهوا باقرب وقت ممكن الى اقرب لي زورجونس توتالمون، يعني استعجالات طب العيون. النوع الثاني من التروماتيزم هو لي تروماتيزم بيرفورون، يعني تكون كاين جرح في العين يكون عميق. واش الحاجه اللي لازم نديروها؟ هي نستعملوا ضماده معقمه نخلقوا بها العين ونتوجهوا في اقرب وقت ممكن للاستعجالات. ما نستعملوا لا انتيبيوتيك لا حاجه باش بنطفوا، لانه العين مفتوحه والعين كتكون مفتوحه ما تتحمل اوكان برودوي. وحاجه مهمه ننبه لها هي ما لازمش ناكلوا اي حاجه، لانه كي تكون العين مفتوحه والجرح عميق راح تكون عمليه، يعني لازم نقعدوا اجان بارابور على انستيزي جينيرال. هذه حاجه مهمه جدا. النوع الثالث من لي تروماتيزم اوكولير هما لي تروماتيزم اوكولير بيرفورون مفتوح افيك ان كور اترونجي، يعني كاين جسم غريب دخل العين، ما لازمش نحاولوا نحيوه بنفسنا لانه راح نضروا العين اكثر من اللي ننفعوها. وما لازمش كذلك نستعملوا ادويه، لازم نتوجهوا في اقرب وقت ممكن الى الاستعجالات تاع طب العيون، ونستعملوا كذلك كما قلنا ضمادات معقمه. النوع الرابع من التروماتيزم هو التروماتيزم كونتوزيف، يعني تكون ضربه في العين بلا ما تكون العين مفتوحه. ما لازمش نستهزاو بهذا النوع من التروماتيزم لانه يقدر يكون خطير وعنده نتائج على المدى البعيد، خاصه اذا كان كاين نقص في الرؤيه، اذا كاين احمرار او الم شديد في منطقه الرؤيه. لازم يتوجهوا مباشرة لاستعجالات طب العيون، ما يقدر يدير حتى حاجة، ما ننصحوش باش يدير أي أدوية أو أي حاجة، لازم يروح فحص معمق في استعجالات طب العيون.